بسم الله الرحمن الرحيم، ازاي حضراتكم؟ النهارده هنتكلم في لقاء رقم 8. ده هيبقى لقاء 8 عشان بعضكم كان بيبعت لي بيطلب الترتيب. احنا كده اللقاء الثامن، عصر الانتقال الاول. المره اللي فاتت احنا ختمنا الجزء بتاعنا في كلامنا عن نهايه الاسره السادسه، نهايه الدوله القديمه، بيب الثاني وطول مده حكمه، امه وخاله بيرعوا الامور في بتاعته. ملك، انا هنا ببدأ اقارن شوية من الاسباب، على الاقل نقول الاسباب الظاهرية لينا عن ثورة 25 يناير. يعني هتلاقوا حضراتكم واحد بيطول مدة الحكم بيه، بيشيخ في الحكم بطريقته، بتبدأ الامور تتحط في ثلاث حاجات زي انا ما قلت المرة اللي فاتت: سياسية، اقتصادية، اجتماعية. سياسة واقتصاد واجتماع، الاعتماد على اهل الثقة دون اهل الكفاءه. يعني اما انا اجي ابقى كفء جدا في شغلي وافوجئ ان انا دايما في سين، او المنصب ده بتاع فلان ما حدش يجي ناحيته، والمنصب ده بيتورث، حكام الاقاليم ابتدوا يورثوا الاماكن. لكن الاخطر ان الاجانب اتجرأوا على بلدنا، الاجانب ابتدوا يتحركوا على بلدنا وابتدوا يدخلوا وابتدوا يهاجموا حدودنا الشرقيه، ودايما الجناحين حدودك الشرقيه وحدودك الغربيه. لكن في المرحله دي كانت حدودك الشرقيه العام وحاروا الشعب اللي بيبي الاول ضربهم ايام معوني، والقصه اللي حكيناها المره اللي فاتت بدات القصه دي تقابلني المشكله ان هم ابتدوا يتحركوا. تعالوا مع بعض نشوف برديه لايدن 344 بتحكي لي الحدوته دي. ايبور راجل حكيم، راجل لطيف، حكى يبدو انه عاش في اخر ايام بيبي الثاني، ويبدو انه عرف يوصل للملك بشكل ما يعني، واتكلم معاه ويبدو انه نقل له الصوره. الحاجه الغريبه ان بدايه القصه ونهايتها مش معانا، لكن النص بيديني حاجات كتير. تعالوا كده نقول له مثلا ايه الجمله، يقول ايه مثلا في بعض الجمل، يقول ايه حقيقه حصل كذا، وبعض التاني يقول ايه للناس اتخيلوا كذا وكذا. يعني بيقول للناس تخيلوا حاجه غريبه جدا، وما بيكلم الملك يقول فعلا ده حصل. مثلا واحد، العداله باقيه لكن هناك خطا في تنفيذها، البعد الاجتماعي. الدلتا تبكي، الدلتا تبكي، وخزانة الملك نهب مشاعر. الدلتا تبكي، يبقى حدود الشرقية تعرضت لمشاكل ودخلوا منها على الدلتا، بدأت أفقد الجناح بتاعي. هنا بعد خارجي، لا أحد يبحر ناحية جبيل، محدش بيروح ناحية لبنان، محدش بيجيب لنا خشب أرز، محدش بيجيب لنا حاجة نقدر نشتغل بيها. إذا بخسر البعد الاقتصادي اللي موجود هناك، محدش عادي يضحك، الحزن يسود البلاد، الدواوين تفتح وتسرق. فاكرين ثوره اللي دخلوا بقى يدوروا على الحاجه كلها، يدوروا على لقضيه ولا مصيبه راح واخدها ومقطع؟ الكشوف تسلق، الكشوف قوانين القيت في الشوارع، افسد اعداء البلاد فنونها. وبعدين بيقول جمله حلوه قوي على طبقه جديده ظهرت: من كانت ترى وجهها في الماء اصبحت تملك مراه. المراه دي كان اسمها عنخب الهيروغليفي بالمناسبه، يعني كلمة عنخ بالهيروغليفي ثلاث حاجات: عنخ يعني يعيش، عنخ يعني مراية، وعنخ يعني أتذكر بالخير أخونا العزيز الأستاذ طارق الفرج كان رسالته عن القسم في مصر القديمة، وعنخ معناها يقسم بشيء أو يحلف بشيء. ابتدى يكلم الملك: لديك وحي وبصيرة. يا أخي أنت عندك عين شايف بيها، لكن تصر على الفوضى، ليتك تتذوق بعض المصائب، ربما يكون الجهل مبرر للتعاسة، الجهل مبرر مريح لنفسك ومريح لتعاستك ومريح للي انت معيشنا فيه. ابتدى يخاطب الملك بقوة، ابتدى يكلمه بشيء من العنف. لكن الجميل هنا حاجتين: ان ظهر في المجتمع ناس بتحب وطنها جدا، وفي نفس الوقت ظهرت طبقة جديدة، طبقة بتشتغل بايديها، بتتكسب من عملها، بتعيش على ايديها، طبقة البرجوازية او نسميها الطبقة العصامية. بعد بيبي الثاني جالي اسم كده غريب، لقينا مانيتون بيكلمني عليها وبيقول نيتو كريس، اللي هم بيقولوا نيتو كورت. احنا عندنا الاسم ده مرتين، مره هنشوفه هنا ومره هنشوفه يمكن لما ان شاء الله نوصل للعصر المتاخر، فتقولي بكلمكم عليه ايام نخاو تاني. الست دي بيحكي مانيتون، وهيرودوت حكى كمان القصه، بيقول انها جوزها كانت بتحكم مع جوزها، وجوزها مات وتولت هي بعد الحكم. عاشت كل فتره حكمها بتدور على اللي قتلوا جوزها لغايه ما وصلت لهم، وراحت عامله في القصر بتاعها كوريدور او ممر، الممر ده يفتح على النيل، وعزمتهم فيه ودبرت المؤامره ورمتهم وماتوا. لكن بعد ما قتلتهم وماتوا وانتقمت منهم، خشت من شعبها، خافت من الناس، خافت ان يقال حاكم قاتل،
فحرقت نفسها في اتون من النار. كان شيء غريب قوي ان انا اقرا حاجه زي كده او اسمع حاجه زي كده، الملك بيعمل كده خوفا من شعبيه، استمرار لقوه العداله. في العصر المتاخر اما احكي دي انا بقول للاجانب خلوا بالكم هتظلم. الحاكم عندنا ما كانش متعود انه يظلم، كان لما يظلم بيبقى مع الشعب. مانيتون بعد كده لقيناه مره واحده بيسكت ويقول وبدات الاسره السابعه، ويقول تعبير لطيف قوي، 70 ملكا في 70 يوما. يعني ايه يا عم مانيتون 70 ملك في 70 يوم؟ يقوم مانيتون يقول لي اه ده هو يقصد انه حكم فيدرالي، يعني كل واحد فينا يصحى الصبح يبقى هو رئيس لليوم او مجموعه من الحكام مع بعض. والبعض التاني يقول لك لا ده 70 ملك في 70 يوم المقصود بها الفوضى، والبعض التالت وانا يمكن اميل لدي اكتر الكثره المبالغه في الرقم. يا اخي انا اتصلت بيك 60 مره النهارده، انا ممكن اتصلت 5 6 مرات. تعبير 60 تعبير 70، بعض التعبيرات احيانا بتكون تعبير عن الرغبه في اظهار الكثره الكبيره اللي بيحكي عليها. لكن الحاجه الغريبه ان بنلاقي القوائم بعضها بتشير الى مثلا واحد اسمه ايبي له هرم في سقاره، وادي الحمامات اللي بدا من الاسره الخامسه ملك اسمه ايتي بيقول انه كان له هرم وانه الهرم فيه 200 واحد و200 شخص و200 جندي اشتركوا فيه. لكن الجميل اني بسمع في عصر الاسره السبعه دي والمرحله دي بتاعت عصر الانتقال عن ملك اسمه امحوتب. ستوب، امحوتب بتاعنا؟ امحوتب بتاعنا ولا امحوتب مجرد اسم؟ ولا كان في واحد اسمه امحوتب فعلا؟ في الغالب هو كان اسم اراء موجود، لان اللي بيتكلم مش هو، اللي بيتكلم ولي عهده بيقول انه كان في مقدمه الناس اللي بتحارب. لكن بتستمر العاصمه في منف وبتيجي الاسره التامنه. في الاسره التامنه بيجي لي واش كراع نفر كراع نفر كوحور، معابد كبيره، اعفاءات بتتم باسمها، هدايا بتتم للمعابد. الملك بيهدد، هنا بقى خلوني اقف عند جمله مهمه قوي، الناس كانت بتروح تكسر المقابر، المعابد، التماثيل، تنهب، تسرق، الملك اصدر قرار النفي والاعدام لكل من يفعل ذلك. اذا انا في عندي مشكلة كبيرة ظهر في المرحلة دي، الفوضى اللي ظهرت ما بعد الثورات. يعني الثورات هنا دايما بتبقى ليه، هنا برضو كسر وهد واعمل يا جدع، بس انا برد على التكسير والتدمير ده ازاي. لكن الكارثة، الكارثة بقى ان يمكن ربنا سبحانه وتعالى حمى بلدنا في 2011 ان كتب مصلحة بسرعة قدرت انها تمسك الموضوع، لكن في وقدرت انها تخلي الدوله كلها في واحده واحده وقفلت الحدود الخارجيه. لكن انا المشكله اللي كانت عندي زي ما قلت ان الحدود الخارجيه اتفتحت في نهايه عصر الدوله القديمه. الحاجه الثانيه ان بدات مشكله ان حكام الاقاليم ابتدوا يشعروا بنوع من الاستقلاليه، اصبح اللي بيدير اقليم او بيدير محافظه فكده احد المحافظات المصريه في الفوضى اللي حصلت، قال لك هنعلن استقلالنا مثلا، يعني كانت حاجه من الحاجات اللطيفه. لكن حكام الاقاليم ابتدوا يحطوا الاحداث باسمهم، وابتدى يتكلم في ثلاث حاجات كل حاكم: الامن، حفر الترع والقنوات عشان الزراعه، توفير الطعام لمن يحتاج، امن، اقتصاد، حياه اجتماعيه. ثلاث حاجات لعب عليهم كل الحكام. كان دايما حكام الاقاليم يقولوا في الوقت ده انني زوج للارمن، اب لليتيم، راعي لمن لا راعي له. يا سلام، كان اشهر واحد كان فيبي وخيتي ابنت فيبي بتوع اسيوط. الراجل ده كان بيقول ابني فيبي، ده كان بيقول ابني خلفني وهو طوله دراع، يعني عيل ابن يوم، وقبل به الموظفون. قبلوا بيه، يعني كنت بورث لابني هو لسه في اللفه، ابني لسه مولود الصبح. مصر في المرحله دي دخلت في صراع، حكام الاقاليم كل واحد من حكام الاقاليم بيرى في نفسه الشخص القوي المسؤول الطبيعي الوحيد. ابتدت انا كحاكم اقليم يغير مني حاكم الاقليم الفلاني، يغير مني حاكم الاقليم الاعلاني، بدات الاقاليم تصطدم. عملنا لعبه زي المصارعه اللي بندخل في الحلبه عدد 10 15 مصارع نلعب مع بعض، وانت اللي يتضرب ويقع بره يبقى خسران ويفضل القوي او المنتصر. اللي فضل جوه كانوا مدينتين مصريتين، هنسيا وطيبه. في البدايه بتاع طيبه ظهر منهم مجموعه من الحكام اسمهم الاناتفه، وكانوا ناس لطاف وما عندهمش اي مشكله، لكن يبدو ان هم قبلوا بقوه حكام اهنسيا اللي هي حته نني نسو مدينه الملك الطفل مركز الوسطى محافظه بني سويف، ان هم يكونوا حكام عليهم وان هم يبقوا ملوك. وكان اغلب الحكام بتوع اهنسيا بيحملوا لقب ختي، واولهم خد لقب رائع في الاسره التاسعه، مري ايب تاوي، محبوب قلب الارضين. خلاص خلاص، هو الراجل كده الارضين والدنيا جميله.
وابتدت الامور تمشي ودخل في صراع ما بين الاثنين. الصراع هنا لازم نقول انه مر بثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي انا قلتها دلوقتي اللي هي القبول، الطيبه مش الثانيه، طيبه مش عاجبها وبتغلي وبتقلب الناس، والثانيه بدو ثالثه عداء مباشر. العداء المباشر ده بنجد فيه انه في القصه العاشره تحديدا لما انتف احد حكام طيبه اللي اسمه انتف وحنخ وصل لغايه ابو تيج الاقليم العاشر، يعني الدكتور حسن السعد استاذنا العزيز طبعا يصلح لي الكلام ده، وقال ان هو حاكم اسيوط بيقول انه وقف ضد انتف وحنخ الاقليم العاشر لما جه من طيبه عشان يسيطر عليه، لان اسيوط كانت تابع لاهناسيا. اذا خرجت من مرحله من القوه. ختي بعديها الثالث لما جه في القصه العاشره دخل ضد منتوحاتب، بدا اسمه منتوحاتب يظهر اللي هو منتوحاتب الاول، دخل ضده في صراع وهزمه وضربه. لكن الحاجه الغريبه انه بعد ما ضربه وهزمه توقف توقف المشروع بتاع الاستكمال بتاعه والقضاء عليه. يبدو انه حصل هدنه، يبدو انه وجد ان الامور مش هتسير بالشكل ده، يبدو انه حصل عنده حاجه في القصر الملكي، يعني في الغالب حصل حاجه ادت ان هو لقيناه بينقل العرش لابنه ميري كارا، وبيقول لميري كارا اهدى استعين بالشباب. عندي بيقول له جمله حلوه قوي، احنا النهارده اي ولد وعنده 20 سنه يروح يسلم نفسه للتجنيد، بيأجل والكلام ده، لكن سن ال 20، فقال له لديك شباب في سن ال 20، اكرمهم، استعن بهم فهم استعن بهم فهم الوقود اللي انت هتشتغل، النور والنار والقوه اللي انت هتشتغل بيها. استقامه السلوك اساس الحكم. لا تغتر بحكمك، فقضاة العالم الاخر ينظرون للعمر انه ساعه. الزم العدل. لا تفرق بين ابن الغني وابن الفقير، تخير الفرد لكفاءته. البشر رعايا الاله. ايه ده؟ ايه اللي كان بيقوله الملك كرار؟ ده مجموعه من النصائح والاحكام اللي بينقلها محاكم لابنه لتكون دستور حكم البلد. يبدو كمان ان طيبه بدات في المرحله دي تغلي، لان احد حكام طيبه من الانتفه حمل لقب غريب جدا في الوقت ده اللي بيتكلم فيه خير، سهر تاوي مهدئ الارضين. واضح ان الدنيا كانت لحد جاي بشكل جديد. ابتدت من هنا مصر تدخل في مرحله ثانيه. مرحله هندخل بيها بالدوله الوسطى لكن مصر دخلت في شويه حاجات انا بقراهم، يعني الحقيقه لما كنا بنيجي في 2011 نتفرج كنت بقول سبحان الله التاريخ بعيد نفسه. ظهر في مصر اربع اتجاهات. هل احنا في اكثر من اربع اتجاهات اللي ظهروا في 2011؟ ناس بيقولوا عيب يا جماعه وسيبوا الراجل كان قاعد والراجل قال حاطط 6 شهور والقصه اللي حضرتك فاكرينها. ناس متزمتين جدا دخلوا باسم الدين، ناس متحررين جدا دخلوا ب افساد كل شيء، والرابع الحزب اللطيف بتاعنا اللي هو حزب الكنبه اللي سيب الامور تمشي وسيب الدنيا اللي يجي يجي واللي مش عايز الدنيا تهدى والبلد تبقى كويسه. تعالوا نمشي مع بعض نشوف المتزمتين اللي بيرفضوا كل شيء وبيعلنوا تكفير الحاكم وبيعلنوا ان الحاكم غير موجود، ودول بيسيطروا على الامور وبيحاولوا يسيطروا باسم الدين. يجي قصادهم المتحرر، يجي المتحرر اللي هو ايه؟ اغنيه العازف على الجنك. اغنيه العازف على الجنك بيقول ايه؟ اضحك، العب، اجري، ارقص، غني، اعمل اللي انت عايزه. محدش بيموت وبيصحى تاني. وريني جدي فحور وجدي وباو فرع واتوم الالهه، فين دول؟ فين اللي بيموت؟ ده احنا بنحطه في تراب. كفر بكل القيم، محدش بيموت ويرجع تاني، أين فلان وفلان وفلان؟ خلاص أغنية العازف على الجنك. العنصر الثالث، العنصر اللي بيطالب بالهدوء، وده عنصر اللي بنسميه اليأس من نفسه. علشان كده في عندنا بردية في ألمانيا اسمها بردية فتحة برلين اسمها بردية اليائس من الحياة. بيقول بقى فيها صاحبها إيه؟ واحد بيكلم روحه، حتى مترجموها الألمان أي مانش بريش بتزاينن بار. واحد بيكلم نفسه او روح، فبيقول ايه؟ اصبح الموت في نظري كالعائد الى وطنه بعد غياب. اصبح الموت في نظري كمن يرى محبوبته بعد اشتياق. اصبح الموت في نظري كالجالس تحت شجره في يوم حرق. ايه يا عم ده؟ خلاص ده نوع ثالث. الحزب الرابع، الحزب اللي بيقول لك فلنبقى على ما بقي ولنرعى مصر ولتبقى مصر كما هي. يبدو ان الحزب ده اثر شويه على ختي الثالث في حروبه ضد الاناتفه ومن بعدهم المناتحه في طيبه، وانه خلاه يقول ان هو بيندم على تكسير وتدمير بعض الاثار اللي حصل. ما ينفعش ان احنا نخرج من هنا من غير ما نتكلم على شيء نما بقوه. خلوا بال حضراتكم لما انا باجي دايما اتكلم على حاجه في التاريخ
دايما اقول مثلا قيس فتره الستينات باعمال نجيب محفوظ العظيمه. طب ليه نجيب محفوظ الستينات؟ فتره كان فيها صراعات واحداث كتير، فابتدى يلعب على الرمز، ابتدى يلعب على الرمز، شيء من الخوف يلعب فيه، مش طبعا شيء من الخوف مش لدبحان شرقاوي، مش لنجيب محفوظ. نجيب محفوظ الاقي الكرنك تتحط، الاقي بعض التمثيليات ثرثره فوق النيل، ميرامار، القصه بتاعت نجيب محفوظ دي لما تيجوا حضراتكم تقروها ما تقراش التيمه اللي من بره، اقرا من جوه. ففي حاجه احنا كسبناها، ان الادب بيعلى، الادب وفن الادب. علشان كده يجي لي خون امبو، خون امبو من غيط الملح، البعض يقول ناحيه الفيوم، والبعض يقربوا من منطقه سيخه حماط اللي هي ناحيه وادي النطرون، ويقرر انه عنده حته قيراط ارض كده في غنطوط، زرع شويه بقدونس على شويه فجل على شويه جرجير. الراجل راح مقطع مراته اسمها ماريا او بيرت، خد يا حاجه انت والعيلين كلي، وانا هتوكل على الله هبيع الحاجه دي في البندر. حط الحاجه على ظهر حمار ومشي. واحد اسمه تحوتي نخت قاعد كده، كان حته اسمها بيرفيفي، وقاعد تحوتي نخت كده كان موظف رمه. تحوتي نخت وهو قاعد مع واحد قال له شايف الحاجه اللي الراجل جايبها ده جميله قوي، شايف شويه الكرات والجرجير، ايه الخضار اللي فيهم ده؟ هاتهم لنا منه. فالراجل راح عايز يجيبهم منه. فالراجل ماشي جنب الارض، فالحمار لانه حمار وطه شاف خضره في الزرع، فوطه كل من او نقر حاجه من الارض. وقف، وقف يا جدع انت. نعم. قال له هات الحاجه اللي معاك. قال له امرت هتشتريها؟ قال له مش هشتري. قال له مش هشتري. بلطجه؟ قال له بلطجه. بلطجه ابتدى يزعق خون امبو، اسكت يا جدع، انت مش عارف انت فين وبتتكلم مع مين، انت في ارض رب السكون. بص بقى انت بتتكلم مع مين، وراح داخل له قصادها انت في ارض رب السكون، انت معاك، انت ادخل بحته الدين اللي انت بتزعق، انت مش عارف تتكلم، انت بتتكلم في جامع او بتتكلم في كنيس. بتبدا تسحب لورا. الراجل قال له انا ما رب السكون يحميني، مش هتاخد. راح خد علقه محترمه واتشالت الحاجه. الراجل قعد يدور ويمشي لغايه اما راح لاهناسيا العاصمه، وقابل رمسي حاكم اهناسيا، وقال له لو سمحت ده اللي حصل معايا. رمسي قرا الكلام، قال له طيب حاضر. فعمل اجتماع وجاب الموظفين، قال لهم تخيلوا تحوتي نخت حاكم بيرفيفي يعمل واحد اثنين ثلاثه. طبعا الموظفين اصحابه مش هيرضوا بالمزايا، يا عم انت بتصدق كلام ده؟ راجل مش عارف ايه، راجل لعيب ده، تحوتي ده راجل محترم. لكن رمسي ابتدى يهدى، لكن خون امبو ربنا فتح عليه بايه؟ بانه راح كاتب قال له ايه؟ قال له انا عارف ان البصيره عندك، وعارف ان الخير، وابتدى يمدحه. الراجل عجبه الكلام او انشرح، فراح واخد الكلام وراح على الملك. قال له بص تخيل في فلاح بعد بيقول ايه؟ اقرا اللي كاتبه. الملك اعجب قوي. قال له ايه الملك بقى؟ بص بقى المصري القديم لما يلعب. قال له الراجل ده كلامه جميل، بس احنا لو جبناه هيبطل كلام. قال له طب والحل؟ قال له اولا اتحقق من الشكوى. قال له الشكوى اتحققت سليمه. قال له جميل، مرات الراجل ده وعياله يوصل لهم اكل وشرب طول ما هو، وسيبه سيبه يتكلم. قعد بقى يتكلم، فقعد بقى تلاحظ ان هو ابتدى ينقل من مرحله لمرحله. فمثلا في مرحله يقول له ايه؟ يشبه الملك بايه؟ باللي بيسوق المركب، فيقول له يا حامل الدفه لا تنحرف، يا سندنا لا تميل، يا خيط يا دبارة المركب لا تتذبذب. مرة بعديها أقم العدل لرب العدل. الله. مرحلة تانية إنك لا تقيم العدل. ضربوا رمسي، ضربوا، اتغاظ من كلامه. فرد بقى في آخر كلام قال له إيه؟ إنك تقدر ولكن قلبك ظالم، لقد تجاوزتك الرحمة. أنت الرحمة راحت من قلبك، ما عادش عندك رحمة. هنا خون امبو قدم لي مشروع قصه من اروع القصص اللي خرجت من الادب المصري القديم، وهي القرو الفصيح. انتهى عصر الانتقال الاول، بدانا مع بعض مرحله، او هنبدا مع بعض المره الجايه ان شاء الله اللقاء التاسع، مرحله من اجمل واعظم المراحل واظهرها واقواها، وهي مرحله الدوله الوسطى. شكرا، واشوف حضراتكم على خير. رمضان كريم. Thank you.